احكي لي بقى، مين يا محمد اللي اخترع قصه بوتاجاز الغلابه؟ بتطبخوا على البابور انتوا صح؟ اشمعنى بقى قلتوا عليه بوتاجاز الغلابه؟ هو عصام اللي سماه بوتاجاز الغلابه. عصام اللي اخترع الاسم. بس بقيت انت تقوله بقى بوتاجاز الغلابه، فعجبتك بوتاجاز الغلابه؟ بوتاجاز الغلابه. والله كان نفسي نجيبه معانا النهارده، ده عنصر مهم جدا. هم بيطبخوا عليه كل حاجه، كل حاجه هنعملها على البوتاجاز. عشان كده المحتوى بتاعهم يمكن مختلف تماما، قاعدين بره وراهم الفرن الصعيدي صح؟ ايوه صح. بيقعدوا في المنظر اهو، بصوا هم اهو عاملين الكبسه السعودي، وادي بوتاجاز الغلاب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده البابور. بس الحله دي مش حله الغلابه. حله الضغط دي مش حله غلابه يا عصام، جبتوها منين؟ مقلبه من مين الحله دي؟ جايبها من شقه اخويا. اخوك كان لسه عريس؟ فاخدت منه الحله. كل حاجه جديده من عند هو على طول. طب وبيسيبها لك كده بالحب؟ مجلب له شقه اول باول. اول باول بالحب هيسيبها لك. كله بيساعدك في محتوى الطبخ. اخدت الجهاز منه. طب والمدام راضيه وكله تمام؟ كله تمام. اهلك بقى، ست والدتك ست الجميله المحترمه، ووالدك لما لقوك ان انت واخد محمد وطالع هتصور وفيديوهاتك هتنزل على النت، اللي هو كان في اعتراض يعني عشان المذاكره برضه. لا اللي هو مذاكرتك اهم، سيبك من النت والكلام الفاضي. فريحت فتره سمعت الكلام. فبعدين خلاص بدات وما خلاص مش هوقف تاني، استمريت ده كله بجانب مذاكرته برضه. ايوه. قالوا لك بقى بعد كده لما لقوك كملت وبتنجح وكده وافقوا؟ وافقوا. لقيت بعدين لما لقوا في النجاح لقيت البيت كله يساعدني. امي وابويا واخواتي في بقول يعني، وفي بيساعدوني، بيقولوا لي احيانا بيقولوا لي صور كذا اعمل كذا. بقوا بيقترحوا كمان دلوقتي. اما لقوا ان انتوا اتشهرتوا والناس. طب مين بقى يا محمد اللي بياكل الاكل لما بيخلص؟ اول ما بيستوي ولا بيطلع وحش ولا ايه؟ قول الحقيقه. طحال يا محمد. والله طحال ما عنفكش. بيطلع حلو وبتاكل منه؟ بقيتوا توفروا على ماما انها تطبخ؟ بتطبخوا لها انتوا بقى ولا ايه؟ لا هي هتطبخ برضه. برضه هم بتعملوا اكلتين. طب احكي لي الكواليس بتاعه الاكل. الاكل كله بيطلع حلو ولا في حاجه جت كده ولا كده؟ قول الحقيقه. يا اولا المكرونه بره، المكرونه بره في دي هتخلي. مش جايه معاك ولا ايه؟ لا ليه طلعت ايه؟ طلعت مش حلوه. عفشه ولا ايه؟ هو قال التون عفن التون وخش عملنا طيب ضيق المكرونه بالتوني، طلع حاجه استغفر الله العظيم ما ظبطتش معايا. حاجه ما تتكلمش.